تستغل البرنامج ان هو بيقعد بقى يعمل الفتنه بين الجماهير، ده عيب. لكن انت راجل ولا هنا بتعمل كده، ولا الكابتشوير بيعمل كده، ولا الناس اللي ماسكه البرامج عموما الرياضيه حد بيعمل كده، فمش عيب ابدا انت تعلن زملكاويتك ولا اهلاويتك. المهم ان انت تكون على الحياد. هو بيتكلم حبا في الاهلي مش طبعا طبعا طبعا. في مجموعه من الصور كده عايزين نتفرج عليها كده ونشوفها كده وتقول لنا رايك فيها. خلينا نتفضل هنا. هنا لا ده يعني ده حبيبي طبعا واخويا الكبير، هو احسن مدرب موجود في مصر. ربنا يكرمه ويوفقه في خطوته الجايه. استاهل يعني حاجات كتير جدا جدا، لان هو طور في فكر الكوره في مصر وغير الفكر اللي كان موجود، فكره ان انت الكوره دايما متطفشه ودايما الناس بتلعب كور عاليه. بس كانت في معلومه بتقال ان هو سبب رحيلك من المقصه، فعلا الكلام ده؟ لا خالص، يعني هي كان في فتره تغيير كده في النادي، وكان اللي هو محمد سلام عرض عليا. لا يعني هو لا لا خالص، يعني كانت علاقتك بيه كويسه؟ اه طب ما كنتش هاجي معاك، خلي بالك انا من الشخصيات